السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ. إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي راه تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، أي حاجة جديدة نديرها توصلكم. نروحوا مباشرة للوصفة. في الوصفة تاع اليوم غادي نخدم معكم عصبان تاع الغرب تاع المحلات مع كاع الأسرار تاعه، يخرج بنين بنين بالبزاف، روعة. بزاف ناس طلبوني عليه سواء في تيك توك ولا هنايا، بزاف ناس تاني في تيك توك قالوا لي ديرها لنا، تاني هنايا قالوا لي ديرها لنا، درتها لكم وبيت لكم الطلب. يخرج بزاف شباب وبنة تاعه وذوق تاعه كيما اللي نشروه من برا. شاولة هذا يكون نقي ونظيف، تبعوا معايا الوصفة بالتفصيل باش ينجح معكم. هنا بالنسبة للمقادير كما شفتوا في الفيديو السابق، انا قلت لكم غادي نوجد لكم عصبان تاع برا. هنا عندي الكبده، عفوا الريه، شويه تاع الريه، عندي شويه تاع مصارين الكبار، تقدروا ديروا ثاني مصارين الرقاق، عندي هنا شويه تاع الدوار كما راكم تشوفوا. هادو هما يعني كل من كل حاجه ندو شويه شويه. انا في تاع الكبش قلعت نص، درنا به عصبان داك المعمر كاين اللي يقولوا له بكبوكا يجي بالمرقه، ونص الزاوج خليته باش ندير به العصبان تاع اللي يجي في الصينيه اللي ينباع في المحلات برا عند محلات الغرب تاع الاكل الخفيف. هنا كما راكم تشوفوا جبت طاجين صغير، تقدروا طيبوه في الكوكوطه. انا بغيت نطيب غير هنايا، حطيتهم هنايا، حطيت المقادير تاعي. هنا غادي نجيب الماء، والماء نديره قد ما تغطى لي هاد الدوار، يعني ما نكتروش بزاف الماء، ما نكتروش بزاف بزاف. شوفوا هنا راهي تغطات لي زيد غير شويه هكا، كيما تشوفوا هنا راهي تغطات. هنا كيما تشوفوا دروك غادي نزيد، دروك غادي نزيد التوابل، نزيد مغرف صغيره تاع الملح بالطريقه. هنا دروك نزيد نص مغرف تاع الكمون بالطريقه، ونزيد نص مغرف تاع الحرور فلفل اسود، كطروش بزاف. غادي نبدا نخلط هكا شويه، هنا هاد الدواره والريه وهذوك المصارين غادي نغطي عليهم ونديهم يطيبوا فوق النار، يطيبوا نار قاويه تكون شويه ولا متوسطه، خليهم يطيبوا في غرضهم حتى كما تشوفوا يتكمشوا والحجم تاعهم شويه صغار ويدخلهم الطياب، ما من اللون تاعهم يتبدل. نولي معاكم. هنا كما كنت تشوفوا راهي طابت، طفيت عليها النار، غادي نخليها شويه تبرد، غادي نصفيها، والماء تاعها ما نقيسوهش، الماء تاعها نسحقوه، غادي نزيدو نديرو به. تبعوا معايا. انا درك بعد ما طابت خليتها شويه تبرد، هذاك الماء تاعها راني مخليه ملهيه. درك غادي نبدا نقطع فيها كما كنت تشوفوا بهذه الطريقه، نقطعها غير بالمقص، نقطعها هكا رقاق رقيقة كما تشوفوا. هادو مصارين الكبار، ماشي كبار كاع يعني شويه. نهاولين راني ما قصتهم كاع، درتهم دي طرافي صغار. دروك هاد الكميه غادي نطحنها في الاشوار، هذاك الاشوار نطحنها فيه حتى تولي عندي ينطحنوا كاع هاد المكونات. اللي ما يبغيش يطحنهم ولا اللي ما عندهش اشوار باش يطحن يقطعهم هكا طرافي رقاق رقاق بزاف ويديرهم يعني عادي. هنا راني وجدت المكونات تاعي نخدم بهم العصبان. هاي لا هذيك الدواره اللي طحناها، طحنتها مع الريه وكاع، قلت لكم تقدروا تقطعوهم غير طرونش صغار وتخلوهم طرافي هكا صغار. هنا عندي روز غليته في الماء وشويه تاع الزيت وشويه تاع الملح يعني عادي. عندي هنا بصله مقطعه رابيتها، هنا عندي حبه طوماطيس، حبه طماطم تاني رابيتها، هنا عندي الثوم، عفوا عندي معدنوس وشويه تاع قزبر، هنا عندي زوج تاع الثوم مسكرفج مطحون ولا ترابوه. غادي نزيدو التوابل، تبعوا معايا. هنا غادي نبدا نحط في المكونات، جبت بول غادي ندير فيه هاد الدوارة وهادي. هنا بالنسبة للتوابل غادي ندير معلقة صغيرة تاع الملح، نزيد فلفل اسود حرار،
نزيد شويه تاع الكمون قطروش بزاف، نزيد شويه تاع السكنجبير، الى عندكم كركم زيدوا ثاني كركم. انا غادي نزيد شويه تاع الزعفران غير شويه، وهنا شويه تاع الزعفران ما كترش بزاف غير شويه. هنا غادي نخلط كاع هاد المكونات مع بعضهم البعض. هاكا تخدموا عصبان في الدار، خير ملي تشروه من برا ما تعرفوش كاع شنو راهم دايرين فيه الداخل. تقدروا ما ماشي في العيد تقدروا تخدموه، تروحوا تشروا دواره، يعطيكم غير دواره وديك الريات، تشروا غير كيلو ب 30000 ولا ب 30000 وتخدموا عصبان في الدار، خدموا سني معمر. هاكا نخلط مليح بهذه الطريقه، هاد المكونات يدخلوا في بعضهم البعض. مور ما خلطنا وكملنا، هذا الماء اللي طابت فيه الدواره مع الريا اللي طيبناه مع التالي اللي وريته لكم، اللي قلت لكم ما نرموش، زدت له شويه تاع الزعفران يجيني هكا صفر. غادي نحطه هنا في هذه الجهه، ما غاديش نديره هنا دروك، غادي نوريكم كيفاش نخدمه. انا جبت الصينيه اللي غادي ندير فيها هاد العصبان، انا خليتها واحد 10 دقائق هكا تشرب هاد المكونات مليح. غادي نحط هاد العصبان تاعنا هنا بهذه الطريقه، فيه واحد الريحه بزاف شابه تاع الثوم والبصل، يعني فيه بزاف صوالح مفيدين. كما شفتوا ما درتش الزيت، خرج دواره ديجا تطلق هذاك الزيت تاعها، بها ما درناش الزيت. تقدروا ديروا الزيت ديروا غير شوي طريقه. نبدا نوزع فيها، وهنا نجيب هذاك الماء اللي طيبنا فيه الدواره اللي وريتها لكم الاول، اللي خلينا دروك نكبه فوق كاع، نكبه على كاع هاد الصينيه تاعنا. تنجمو تقعدوا تخلطوا بالمغرف باش تدخل فيه مليح. انا نقعد نخبط فيها هكا فوق البوطاجي، وندخله الكوشه على نار تكون قاويه، نخليه حتى يطيب مليح. تبغوا تخلوه ناشف بزاف تبغوا تخلوه شويه هكا، ونوريه لكم يطيب غير من التحت، ونوريه لكم تبغوا تشعلوه من الفوق شعلوه، ونوريه لكم في طبق التقديم. ها هو العصبان تاعنا راه طاب، انا ما بغيتش نخلي فيه بزاف بزاف الماء، كل واحد وكيفاش يبغوا. تبغوا تخلوه هكا مرق شويه، تبغوا تخلوه كيما راكم باغين، يعني الطريقه تبقى لكم نتوما على حسب الذوق تاعكم. خرج بزاف الشباب ويخرج الشهي وريحته بزاف بزاف شابه. دروك نوري لكم كيفاش نديروا له هذا الخبز. هذا خدمته غدوه ان شاء الله، تلقوا الوصفه تاعه من مور هذا الفيديو، تلقون نحط لكم وصفه. درت فيها انا صلصه التوميه، انا نبغيها، تقدروا ديروا فرماج، تقدروا يجي روعه روعه. شوفوا هذا الخبز كيفاش يجي شباب، شوفوا كيما نشروه من برا ما يجيش معجن ويجي خاوي من الداخل. وصفه تلقوها من بعد نحطها لكم. انا طلصت هكا صلصه التوميه، نبغيها انا وريحتها شابه، راني خدمها معكم هذه الصلصه، تلقوها في الفيديو اللي قبل هذا. دروك غادي نبدا نقلع هكا شويه، ونبدا نحط الداخل ونحل. شوفوا كما هكا هنا بهذه الطريقه، هنايا غندورها لكم هاكا بهاد الطريقة. شي بزاف شباب، هنايا هنايا روعة روعة بزاف شباب وبنين. تشربوا معايا كازوز ولا وراكم فطرتوا. دي هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. دوك مالي غي نقولكم إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لي جيم في الفيديو، وتبخونيش بالطريقة تاعكم. ونقولكم إلى اللقاء وإلى وصفات أخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.